أهل السنة عقيدته محي كتبت عقائدة أشاعرة معتزلة خوارج محي كتبين يعني واحد لأنا سيكل هذا وتلمانه أشاعرة أهل السنة معها رسول كني منا يا مولا كني رسول كني منا يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواو هجرودي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وبرامج كنيت المام هدينتا وبرامج كينو كيلا بعض وكينو كهدين عقيدة ده يا وحي تهاي حلقة ده وحن كنت المام بدون بين الله تعالى أهل السنة عقيدة ده محيك قدهم تعقائدة أشاعرة ده معتزلة ده خوارج ده محيك قدوين كو وحت المام وأفرق ده بين كل شيء التسليم لله ورسوله إلهي رسول كيسة صلى الله عليه وسلم وحي إلهي كسوغن يا قرآن يا وحي نبي كسوغن عليه الصلاة والسلام حديثة يا كسوغن هذا إني سيسة كوقعتان ومال كلا تشك بوينت كلا أنا سي مرين وأنا أرى عقلك كوري مرايا ذوقي كشفك كوري مرايا فلسفات كوري مرايسا ويحي إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم شيئين على مراد الله ورسوله إنك قاتل تأويل أنا كسمين تحريف أنا كسمين تفويض في المعنى أنا كسمين طبعا تفويض في الكيفية ويسميان وأنا سايتهاي لكن تفويض في المعنى أهل السنة كما سقنا أئمة الإسلام كما سقنا مذهب التفويض ونشرح دونا وايه سيوحي هي بإذن الله تعالى ونشيك دونا قضب كلابات عقيدة أهل السنة وعقيدة موافقة للفطرة القويمة والعقل عقيدة أن كهري منهين وحي لهذا كوكو أبوري يا عقل جيب نادن كعافمات كقضاء ما عقيدة معارضة قضب كاستحاد وعقيدة كوكو أبترسان سنة محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة كسو بالأمتاب الحسن الأشعري ما أها وعقيدة نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته كسو قادن صحابتنا تابعين كسو قاد الى ما انت اني جوجنو عقيده اهل السنه خصائصته وحا كميده قودب كافراد الوضوح البيان وعقيده عد او وركيده وحا ويا انقلع كو جيرين او لفهمي كاري وحناتو يعني دليل او فلان اني صحنت هي دو وخي نبي محمد لا سو غار عليه الصلاه والسلام قفكه واخ كلا شيغان يا حسو واخ كلا قفكه شيغان يا حسو وحنا نقانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عيد وقع قوم بدين صحابة ما جيرين وحشيغي صحابة وحشيغي التابعين عيد وقع قوم بدين ما جيرتو اتباع التابعين عيد تابعين وحشيغي وقع قوم بدين ما جيرتو مركا سند كأهل السنة هو سند متصلة سند منقطعة ما أها وحل سويدين كرا أهل السنة ما فرق با أهل السنة ما فرق با ما يا ما أها أهل السنة فرق ما أها وجماعة واحدة لا جماعات بمعنى ذلك غير رضوا وحر أهل السنة وحلوتي أهل الحديث يا شاعر يا ما تريد يده وحلنا وقلط لا بقى ضب أنو شيقينا لا بقى ضب أيانو تلمامينا قضب وقضب موقنية الشاعر ذوق هلا وحويان وحي أميسيهين وحسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمصن مركنا نشرح دونا حلقات كلنا وين كسوق عضن دونا يعني واحد لنا سكر عضن وتلمانه الشاعر ده أهل السنة معها مركنا وقف والله خير سويد حاجة مركنا شم حد عسكرنا يسمح حد ليش نسم ده السنة ده وين نقارنا السنة ده وما حي وحي النبي محمد لقسوق قال عليه الصلاة والسلام مركنا وقف كي أميسن أصل يقع عيد جود أو بالمصن وحي النبي محمد لقسوق قال ما السنة بون نقارنا يا موقف أهل السنة كوا بترسنا يا باش ما شجعش ما مركنا والله كذا ترى مركنا محي أميسيهين ده السنة ده بالمصن مركل أنا شرح دونا لكن هل تصالح قصو قاضنية وحي قبانا شاعرده أول واجب على العبد النظر قفك مركو أسوق لي إسلامك يا حتى قفك مركو عن قارو وحوجه الرجال جرب وحي تهاي إنه إله الرهادي سبحانه وتعالى والصجنة وقرطاء الدلة عقل إله الجسوع يشريتان كيس اللي فهمي بعم فيلا يا وحلاه يا هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيردي سوا تقارنا يا الله إذا قلدين miya maqashayn maalin quraata isagoo qof ugu yeereeyo oo leh islaamka markii soo galayso waxa laga raba waxa uu horeeyad qabanaysa han noqdo ilaahay horta raadi ma jira adiladu haysataa waa maxay may ma jirto idan waxaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sameeyin qofka sameeynaa muxuu dalay sunnadu sheeganay waa maxay ninka qaba adilatul quraani was sunna wa imam ar-rasi rahimahullah inaan yaqiin faa'iideynayn ama arin qadci aanay sheegahayn sidoo sunni ku noqonaya maxaa qadci yaqiin faa'iideynaya وحلينا هاي قطب خا وقطب بينه تلمام إن أهنتها شيء جيّة وحويان وحويان قضية أهل السنة ماذا ولا سكشكت حتى المعتزلة معتزلة ذو حشيا جانا يان إن معتزلة الأولى إن هاي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
marka ma runtood baad inay runtood ma waxa mu'tasilo qaba saxaabadu may qabin waxay ashaaciradu qabtay usuusha ashaaciradu ay leeyeen ashaaciray ku yihiin saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam may qabin manay aaminsaneen qodobkana kamida ki labaad in sheegna kamida waxa kamida qadaya hatta aqliga ibnaadka caafimaadka qaba u diidayo aanu ogolaanin bi aaminsaneen oo ay kamid tahay qadiyada tahsiin wa taqbiix alaqliyeen inkastoo qolinkooda mutaakhirinta ay aaminsan yihiin لكن يقولون كود متقدمين تي ويديد يعني وأنا نسون نقولن ده أنا يدو فا فاسم بإذن الله تعالى وحلو لنا مذهب كهل السنة لغما نقضى الشيء كشوا لغما نقضى قف كي دوني مذهب السنة والجماعة نقضى ها وجد مذهب كأشعاري وبال مرسي مذهب كهل السنة وحكسوا عن أئمة السنة أئمة السلف وحكسوا عن ويبال مرسي أشعاره بل وحي أركان وحي آمسين قف كآمسين إنه حشوي هاي إنه يهي مجسم إنه يهي مشبه أئمة السلف وأهل السنة هاي تبص على نكهة إريادة نوع عاس كل شيء جيّة وحي آمي سنين ميو آمي سيء دوا مايا بريبة كيهين لقمنا وحويان لقمنا تلمام كرم مثلا قضية العلو الإلهي إمام الراسي وكله حلي قالة المشبهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم هذا يدل على أن لله تعالى فوقهم بالذات حلي وح مشبهة قف كير هذا إلهي ونقص الرئة إلهي نحلي الرحمن على العرش استوى marka qofka sunnadii baal maraya aayadki quraanka baal maraya walaw bi taweel cudur daar ma leeyin dabcan waa cudur daar in cudurhum waa cudur daar laakiin ma ahlu sunna ma ahlu sunna maaha biidillaahi ta'aala halqada soo socda waxaan ku soo bandhigi doonaa usuusha ay ashaaciradu qabto ee sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo quraanka iyo aqliga baal marsan iyadoo faafaasan biidillaahi ta'aala sida ay kula dambeeyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصل ما عادكوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا